سنقطع أكثر من 100 كيلو متر باتجاه أهوار تشباي شرق مدينة الناصرية لنتعرف عن قرب على نصب ومزار شهداء الأهوار. تعالوا معنا. عند دخولك قضاء تشبايش وعلى الجانب الأيسر من الطريق تطالعك أهوارها وبمسافة ليست بالبعيدة، وعلى ضفافها تلمح قبة فضية عملاقة منتصبة على صرح كبير هو نصب الشهداء. هو تخليدا لذكرى الشهداء الذين رووا تربة الأهوار بدمائهم الزكية وعنوان للتحدي ومقارعة النظام السابق. عمق الأهوار وعنفوان الشهادة تجلت في هذا النصب الذي تمثل بقبة كبيرة بارتفاع 36 مترا وبقطر 40 مترا، وهي عبارة عن هيكل حديدي مغلف بمواد عازلة، وأمامها تمثال يمثل الروح الإنسانية جسد على شكل يدين يحملان قلبا مفعما بالإيمان الذي أين عوردا ونباتا أهواريا. هذا النصب هو تاريخ كتب على جدار الزمن، سجل حافل بالتضحيات، نصب الشهداء في قضاء تشبايش وسط أهوارها، قصص وحكايا سطرها المجاهدون بدمائهم الزكية. احتوى النصب على 98 قبرا رمزيا لشهداء الجهاد وسط حديقة كبيرة، فضلا عن مسجد وبناية إدارية ومهبطا للطائرات العمودية. وعند دخولك هذه القبة الفضية ستجد قاعة كبيرة متكونة من طابقين وصورا للشهداء والمقابر الجماعية توثق ما خلفه النظام البائد، وقاعة كبيرة احتضنت العديد من الفعاليات الرسمية وغير الرسمية. نصب ومزار الشهداء الذي تبلغ كلفته أكثر من 23 مليار دينار نفذ من قبل وزارة الدولة لشؤون الأهوار الملغاة ليفتتح عام 2013 لتكون عاديته إلى مديرية شهداء ذي قار. اليوم أصبح مزارا ومكانا سياحيا للقادمين من محافظات العراق وخارج العراق لمكانته الخاصة ولوجوده وسط الأهوار التي يقصدها السائحين. لبرنامج صباح الخير يا عراق، سيان الجوراني من أهوار تشبايش في الناصرية.